شدي ما انت حبي انه كريم يدي علبة فقط ما اوقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بس صاحبي أنا مقالك تشير كذي أريد كورس إن صورت هذا توه كعوس أنا توه مقالك أنا غير كرسيد هذا بس حب لما سنتين سؤال هذا مركز تلقي ما توه الدنيا عوا وما أنت حلك استوى كطيبة أنا لو أحرن كلام ربع صاحبي لما أنت عم عوا لو بدأ أحرن أنا كل قاعد يو أما بعد كده يو أما بعد دوني أنا كده يو أنا داخل صاحبي مركز الله يحكي والله ساعدكم جدًا يا ساتابلين كسرتين يا ساتهاتر كسرتين بقى بده حبيان نين كبار عانا كبا أهيل بقدين عليا معني وانين عانا أهيل بقدين عليا هاي نورا كرنا موضوع آخر اللي بعدين صاحب الدنيا حكاه لنا حبيان موضوع سكنه مركور سرتين واخ وبدركسن ونين كسرتين سرتون كبلين لا تحاسس سامو حيا وروح بدين لا سمين سا أدي هذا الكريس مرة روح بعدين runtii ama dadka Soomaalida ay aad iyo aad ugu xumaadeen runtii muqaalkan aan wada taaban doono oo muqaalkan la wadaag doono waxaan muqaal ay si aad iyo aad ugu xaroodeen qof kasta oo damiirle oo inuu walaalay inani walaalayeen ama inay la dhaadad u bad habeen ayay halka horta aad ugu salaamay laakiin waa kugu dhaleen arrinkay imaan runtii arrinka aad iyo aad baan kaga soo jeedna samarka la xakowada ma doonayo wax qalad ku ah bal hal abdiina ku sameeyo ama ayaydina wax qalad ka sheego laakiin waxaan u aragno يوحنا ليه رسم الله تعالى نهارجنا يوحنا ليه البراب شو كشتا تعالى نهارجنا أما دوننا أما دوننا نلستك ويا صاحب يا مقافة رانتي بورتان وطاون مقالك هو كان هذا طاوتنا ما كان هذا ركتين. وأنت مقالك الصبح يعني جبر أنا مروح موحين أما جبر أنا مكرن ساي أنا قبل لا بتكلني. مقالك إنه حبيب مقال أدي أد أد تذكر بدنا أدي أي مكرن سوي صور جيستين أي أدي أدو حمالي. استمر كان لا يحن كوضع. قف كسوة مقالك نركي وحول بعد محاك بعد محاك خلطني بعد يعني سيو حجرين بعد سيو نلاقي هاي بعد سيو نوكل وساع بعد همين دويتو ويكنس لغودي سان واحد ترين شو ده قبلين أجلس كده خارج قبر سجاني أو سجن لاتس كده جنيس ممكنين ملاح ما واحد نفهم ليش كسميني ما تروح الأرنا نيك هذا جاي حبيب لا لحظة كم بده فين أنت بدلا لكن حتى يرتاح سيرتون قبلا يعني كم بده سيرتون قبلا إني وح عن قرح بضنين ده كورتي زكوا باي باي لو سميني كذا سميني أنا أي مقالة إسكت لك يعني رانتي حبيان ما قرح بدنا مرة بين أش حاجة سلوك هذا إيش تاكو قرح بدنا حتى دنا تاي وعكو قرح بدنا إن المرة بين قتيد درك بقى كرادة شو أنا كم درك كرادة شيء سامر كلا حنك وضع إنا صعب عليه بعرا أو ما كنا سد أنا ولد بقى تاي لأن دي كاجي ده عن كاجا بلاك سامر كلا يو حنك وضع دي كاجي ده عن كاجا ما كلا يو عم لنا حنك وضع أفكستو أو نينا أو صعماري وأسكو أب يصير تيم واحد وده وده تاني ودي كاجي ده عن كاجي اللي وبعدين تساوي كتر طول حضان أي دي أقوم بقول أرن كاس أي دي أرن كا أقوم بقول وحلا أي أرن كاس بلدي بقول نقو بل أي أرن كا دي بقول نقو وحلا نيك هذا يعنى إنه وينو مسلا هرتاد وقت هاي كل ده إنه خوب ما يرى تنو وينو عمرك إنتي بدنا نعتك تاي إنت هذا نعيات هاي بابا هاي بابا سان جاي بوقا نسا نقول ده على صوت إنك بحط ونعرف أما هو كرب هو نعرف بابا تعمرك إنتي بدنا يبعتك تاي إنتي على نوي صعدة أو في سلام قاعد عمرك سوالي حدا سنو يو حنك بدنا مركز والله معانا وح كل أدوان كوه مقر حدا ينصه معليه إنا وحي بعين كاسة عاد لتجت أما لسه بالدكت كسي فوق ما يبغى ركسن حاجة سام قال كده كمان يا وحنا دين وضع سلوك كله دين أبه المرود بحلا وانا أنا أو كم ذا تذكر بره بشر استعمال قال هن أنا تيك توك ولا يرد حتى يستصعب حدا لما أنا هي حق صعب حدا فالمقال كان رد صاحب يا سبحان الله يا أمان طعون I love her, yeah.
ninkan wuxuu ka mid yahay dadka barnaamijka isticmaala waxa uu cunayaa oo uu doonayaa inuu cuno uu doonayaa inuu cunayaa oo cunayaa dad aragteen waa hilib qeyrin hilib qeyrin baa cunayaa horta hilibka qeyrin Ethiopian canton soo waxay cunaa marka Ethiopia tagto waxaad arkaysaa dad hilibka qeyrinta bisbaas cas ku daraan cunayaa oo bisbaas inta ka buuxiyo bisbaas cas bisbaas cas waxay aaminsan yihiin jeermiska ka dilo horta waxaan maleynayaa horta kulli xagga diini waa laga aqoon badan yahay laakiin weli ma arkin culimadu ka hadlaysa hilibka qeyrin inuu xaaraan yahay inuu xalaal yahay anigu waxa la sheeganaa afka inta la bireeyo dhiig laga siidaayo inuu xalaal yahay waayahay hilibka qeyrin ma xalaal baa soo xaaraan taas kumintigeed ugu soo joogtaan tan ma faragelinayo anigu laakiin ka cabdisaa waxaan wada soo diri kartaan oo waxa la yahay Instagram TikTok iyo magaraasay WhatsApp Facebook page ku qoray Cabsar Maxamed aad ka soo heli kartaa adiga soo hadli kartaa adiga soo diri kartaa hadii arrinkaas aad wax ku ogtahay laakiin hilibka cas nin islaam ah cunaya ruuntii islaamnimadiisa uma bugin uma bugin ninkan hore waxa uu sheegtay inuu yahay nin reer Soomaalana nin ka soo jeeda beelaha Garxadis nin ka soo jeeda beelaha magaraasay Abuqur Xildiid ree Abuqura Abuqur Xildiid ayuu sheegay oo xirsa ismaana oo magaraas ah inuu ka soo jeedo oo yahay oo weli way yahay dadkii aasaasay jaamacadda Asar oo yahay anuu ka aqoon ahaan ka aadna wax iga tahay magaranayo laakiin faamilkiina waa faamil aad u badan aba daahir oo faamilka kanada aba daahir nin aan ku dhalinno kuleega haddu doonaa sleeg ama dad ku inta intaad meel soo fariisnaa taado aba daahir haya aba daahir waxay faan diga laga dhaxlay kamida si kastaa to taranka ay soo kulan qoto daawade bananaa soo daad oo magaraas ay kulan qoto ala soo daad aad iyo aad u naxsantii